معكم المهندس جابرييل سمعان من شركة ناشونال اوفر ميديتيريان استابليشمنت. اليوم رح نقدم لكم ملكنة قطاعة أربع عيون بتطلع قطع العجين لتاخذها على المخبر. هي القطاعة كاملة من تصميمنا بالشركة، فيها بي ال سي فول اوتوميتد مع شاشة تاتش. هلا رح نشوف الشغل. نشغل المكنة ستارتينج كل شيء. طبعا لما اشتغل المكنة ما بيمشوا لحالهم، في سيفتي، لازم نعطي اوردر الاول لتشغيل المكنة. الشاشة بتعمل انيشاليزينج. هلا عنا هون بالشاشة، اذا فيك تقرب عنا على الشاشة، هون مبين عنا سرعة الموتور الاول، القطاعة تبع الموتور، سرعة المخمر، إضافة لأنه فينا نعير السرعة نحن بالزرار. وعندنا هون عدادات لقطع العجين، عداد كلي، عداد بالدقيقة، وعداد تراكمين من أول ما شغلنا المكنة لحدية اليوم. رح نعمل تجربة صغيرة، بنشغل القطاعة كلها شغالة، والحلزون اللي بقلبها هو اللي عم يطلع العجين، هذا نحن نتحكم بسرعته، وبالتالي نحن هون نتحكم بسرعة العجين اللي عم يطلع. إذا جوا في حلزون، نحن كل ما نزيد سرعته من هون بيكون عم يزيد دفع العجين من المخارج هون، وبالتالي عم نزيد الإنتاج. إذا هذا هو التحكم بالإنتاج. تمام. بالإضافة إنه فينا نشغل المخمر من هون، بيشغل المخمر مع عضوية مع كام. طبعا هي المكنه نحن انتبهنا لاحتياجات الزبون، بانه مثلا ممكن يحتاج احيانا يعمل غسيل للجرن. في حال عم يعمل غسيل للجرن لازم السنسورات ما يشتغلوا، وبنفس الوقت السكاكين ما يشتغلوا حتى ما يقصوا له ايديه. شو بنعمل بهالحال؟ بنطفي المكنه، بنخلي الباور شغال، بنعطي عمليه سويتش لتشغيل السكرو فقط. بيفتح ساعتها العامل بكل امان، بيقدر يغسل، بيقدر ينظف من هون بدون ما السكينة تنزل وتقطع له ايده. اضافة لكل هذا الشيء، نحن عملنا حسابنا انه ممكن هي الشاشة اللي هي شاشة حساسة وعالية الدقة ممكن تنكسر اثناء الشحن او بالعمل، حدا يطرقها تنكسر ما يعود يقدر يتحكم. فشو بده يعمل بهالحالة؟ اكيد ما رح نقول له خلص عطلت الشاشة، انت بعد فيك تتحكم بالسرعة. نحن عندنا هون سويتش، حيث اذا انكسرت الشاشة بيقدر يتحكم مانيوال. هذا سويتش، اذا اوتو مانيوال، بيقدر يصير يغير السرعه من جوات الفي اف دي لبينما بنجي نحن ونعمل له شاشه ثانيه بدال اللي انكسر. فكله عندنا محلول. طبعا نحن عندنا هون اذا بنشوف التابلو طبعا مرتب بشكل مضبوط، القطع عندنا كلها هاي كواليتي ومن توب براندز، مثلا عندنا ميتسوبيشي دلتا الفي اف دي مع البي ال سي دلتا، ريليات ريبول كولوني، اضافه طبعا للتهويه ضروريه مشان ما يحمى الفي اف تي. طبعا كل شيء نحن عم نشوفه هون، التحكم كله عم يتم بالداتا مو انالوج. طبعا كمان التابلو مرقم وبينزل معه خريطه او مخطط، يروح مع التابلو بينشحن، لحتى في حال صار فيه اعطال اذا كان التابلو برا اي شخص تقني بيعرف يقرا الطرايق يقدر يصلح التابلو. طبعا اكيد اي شيء بيصير في امرجنسي بتوقف لنا المكنه في حال لا سمح الله حدا علقت ايده او اي شيء صار. بس الفكه طبعا ما بيشتغل المكنه لانه في سيفتي، ما فيها تشتغل المكنه ولا ما بنستفيد شيء. كل هذا واكثر فينا نساوي حسب طلب الزبون. نرجع نكرر، كان معكم المهندس جابرييل سمعان من شركة ناشونال اوفر ميديتيريان استابليشمنت.